في إطار محاربة الإجرام منظم عبر إقليم اختصاص واستغلال معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تزوير وتقليد أوراق نقدية موجهة للتداول. وبعد تنفيذ مخطط السدود الموجه للمجموعة، تم توقيف سيارة نوع هونداي أكسنت على متنها شخصين، وبعد إخضاعهما لتفتيش دقيق تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي يقدر ب 15 مليون سنتيم فئة 2000 دينار جزائري. وبعد الاستعانة بأفراد فصيلة الشرطة التقنية والعلمية التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالواد وفحص الأوراق النقدية المحجوزة، تبين أنها مزورة. سيتم تقديم الشخصين الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي فور انتهاء من التحقيق.